سيدنا سيعترض علينا الشباب قليلا أنه هذه الواجبات الملقى على عاتقنا نعم نفهمها ويجب علينا أن نستمع إلى غيرنا ونستفيد من تجاربهم، لكن لدينا أيضا حقوق على الآخرين أن يعطونا إياها. ما هي حقوق الشباب؟ أولا حقوق الشباب أن نحترمهم، لأن تحقير الشاب يؤدي إلى أن يتنفر حتى من النصيحة وتأخذه العزة بالإثم. لازم ما ننسى أن الشباب في حالة تكوين شخصياته، في حالة تكوين شخصيته يحب التمرد، وخصوصا في مرحلة المراهقة قبل اكتمال العقل. وفي مرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة هي مرحلة الطوفان حقيقة، والأباء يحتاجون إلى حنكة وحكمة، مثل السفينة أنت تسوقها في مياه راكدة وهواء طبيعي، لكن هذا يختلف عما لو كان هناك طوفان بحر متلاطم وبحر متلاطم وأمواج، تحتاج إلى حكمة. ليش؟ لأنه السفينة إذا مالت إلى اليمين فلا بد أن تميل بها إلى اليسار، لكن مش كثير، أن تجيبها إلى الوسط، هذه هي الصعوبة، هي مرحلة المراهقة. حتى فيما بعد في الحقيقة ما دام الأب موجود، بحسب التجربة أقول أن الأولاد يحتاجون إلى آبائهم وأمهاتهم إلى آخر لحظة من حياة الآباء والأمهات، لأنه على كل حال هؤلاء كبروا والآباء والأمهات أيضا كبروا. الغرور من مشاكل الشباب، يظن أنه فهم كل شيء وعرف كل شيء، والغرور أحيانا يكون قاتل. أقل التقادير أنك لا تستفيد من تجربة الآخرين حتى تقع في المشكلة، فتصل إلى ما وصل إليها أبوك وقد وقع في المشكلة من قبل وأعطاك التجربة وما قبلت من عنده. يعني السعيد من التعرض بتجارب غيره، والآباء تعبوا ليقدموا النتائج على طبق من ذهب على طبق من ذهب لأولادهم. أما واجب الآباء تجاه الأبناء أيضا واجب، يعني هو الواجب متبادل. أولا أن يحترم الآباء وأولادهم، ثانيا أن يحترموا أحيانا خياراتهم إن لم تكن قاتلة، إن لم تكن قاتلة خلي ما يخالف، خلي يجرب رأيه. ثالثا أن يستشيروا أولادهم، يعطيهم قيمة نفسية. ورابعا أن يقوموا بأعمال مشتركة. ليش تصير عزلة بين الآباء والأولاد بعض الأوقات؟ ما في عمل مشترك بيناتهم.